شيخنا سؤالشان كلو حيلاد هاي مهرك الدمر كحد ميو لي هاي أما بدنان أما يران جزاك الله خيرا مهرك حد ملا وحياة القرآن يا حديث وحد السمية مجرم إجماع علماء وحد السمية مجرم حلي والبنى وحيلاد هاي عرفي كذا هي حال كذا إلاد لكن وحن هينا وحويان إنه النبي صلى الله عليه وسلم أماني إن لا يرى مهر كلا يرى يو أو خرج كجور كلا فضو ده يو سيدا أنا بركة دي خير بكوشرت أو جور وح أو خير بدن ميت كأو خرج يا صوت أنا جرت أو جيت كان حلاشة الشريعة تشدي سي هذه الأتكيو ضد كنا يسوع بهين هي كيد حاران وبالسكور راسن مركز تو غور كسي أتكادو زينة فضوانيس مركز تو غور كفضو دادنا زينة دي بعدي رجليس ساس درادة كبدا مسلمات كا وحنو تشيدين لها دردارن كان النبي صلى الله عليه وسلم أما مهير كان نقضو أما خرج كغور كجود بهن نقضي فضو دايا وحسي أتكينين مركز دم بوحو وحيسو بدلي دونا عادة أن لقى جد بكرنه آدو أدرك، ولا جت لا بكر. سيدا خليج كهيس توكل هذا مثلاً، خليج كوكله قبله غريه يكون بومي سو بيا. سيد غري هو شرسي كور أفترن شرك قاريس. دلني يردينا بنان كي يا عيانو حمان يحبي برادينا يا. ما حاكله دحت هاجن اللي يسقور سدا، وحاكله دحت هاجن وعادة يعرفي كشرة. إيه جوركي أو قاليومي إيه قبله أو الذهب أو دولار روا إيه جوركي أو إنتاس إن لا دقة أي تهاي وحنا وحنا نقضي بور أن لقت لا بكر هم حيا نقطة ما حقدر شمر هذا قلنا جوركي كوكو ميسو أنا قلنا بنان كان كوف سادي خلاص مرك وضعي قاسي وندي وضعي أنا أنفع يا ما صوما وحنا أنفع يا ما إن ده المصالح إذا جود في رسام وحوجا جيرك عبا في رنينا دور كون الدولار يجيب كعشان إنسان هفيرينه، وابد جوبتهيبه، صوما هذا هو فيرين، لكن بعض فيرسان مصالح رفيري يضناها خاصة حلقة هذا عن كتشرنه يظروف تومضة هاي السطة، إيوه مرحلة عن مرينه ومرحلة وباهن هنا العقل قاعد وشقيسه، وهذا واحد بدن تحجلين سيسان إن شاء الله تعالى الله يبارك.